هذه الأشكال الجميلة والأشغال اليدوية التي صنعت بإبداع هي من إنجاز أنامل أطفال صغار يمثلون نادي غيث بجمعية أسرتي، وهو النادي الذي يضم عدة برامج تهتم بتنمية ذكاء الطفل واكتشاف مواهبه. أكيد نادي غيث هو نادي متميز ببرنامجه بثرائه. برنامجنا راه متنوع بين الجانب التربوي والجانب الديني وحتى الجانب الترفيهي. عندنا ورشات تخص الجانب التربوي لنهتم في الطفل بناء شخصيته، هذا هو الأساس، بناء شخصية الطفل، تحفيز ثقة بالنفس، كيفاش يخطط، تعلم مهارات في الحياة واكتسابها باش نكونوا بإذن الله قائد وقائدة على المستقبل إن شاء الله. الأطفال سعدوا جدا بالتجارب التي يخوضونها في ناديهم، ووجدوا في هذه الأشكال اليدوية فرصة لهم لملء أوقات فراغهم وتنمية مواهبهم. تعلمت إعادة تدوير، تعلمت حاجات ما كنتش نعرفهم بالجورنال بلاطو تاع البيض، يعني تعلمت حاجات جدد. بون في نادي غيث تعلمنا بزاف عفايس دينية أخلاقية، تعلمنا بزاف قيم وأخلاق، تعلمنا تاني في المسجد كيفاش نقرا والمخططات، سهلت لنا حياتنا بزاف. نادي غيث هو نادي جمعنا وعطانا مجموعة من القيم اللي ساعد في تنمية المجتمع وترقية. حنايا في نادي غيث سعينا باش نكونوا الأفضل، باش نكونوا متميزين وقادرين على أن نكونوا قائدين للمستقبل ونكونوا دايما مثال. التطبيق الواقعي والتميز في الاهتمام بالأطفال أهم أهداف هذا النادي من أجل جيل مثقف متفوق وموهوب.